ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سنقدم لكم كيف ثلاث طرق كيف نخزن الفلفل المخلل. هناك ثلاث طرق، هناك طريقة سهلة وبسيطة بهذا الفلفل البلدي، هذا هو الفلفل الأصلي وليس هذا، هذا فلفل أصلي. هنا طريقة سهلة، كذلك سنقوم في الفيديو سنتكلم كيف نقوم بصناعة الشطة. الشطة وهو الحرور بالمغربية حار جدا، فنقوم بصلصة حارة جدا وبطريقة الشركات. بطريقة الشركات راقبوا جيدا، تابعونا جيدا في هذا الفيديو كيف نقوم به بصناعة وبوصفة الشطة. كذلك هناك طريقة أخرى لتخزين هذا الفلفل، انظر الفلفل الأخضر. إذا كان عندك فلفل أخضر كثير جدا في الثلاجة، فنعرف أن الفلفل إذا بقي مدة طويلة فتظهر الميكروبات والرطوبة، فلهذا نقوم بغسله وتخزينه بطريقة سهلة وبسيطة. لن تندم على متابعة هذا الفيديو، وشكرا. نقوم بتعقيم القارورات، هذه القارورات يجب تعقيمها قبل أن تضع فيها الفلفل الحار. هذه الطريقة هنا ممكن ستيب. يجب أن تكون زجاجية مثل هذا الشكل، ثم تعقم جيدا لمدة فقط 10 دقائق، ولكن لا ننسى أغطيتها، يجب كذلك لتعقم أن تعقم كذلك. نضع الفلفل هنا، ننظف جيدا. نضع ثلاث ملعقة الأولى من الملح، الثانية والملعقة الثالثة من الملح، ومن الأفضل أن يكون الملح الخشن. ثم نضيف ماء نظيف جدا أو معقم، أو من الأفضل أن يكون ماء دافي ونضيف. نملأ القارورة جيدا، فقط الملح، الملح والماء فقط. نضع ورق البلاستيك الغذائي هكذا، نحكم بالغطاء ونضعه في الثلاجة. بالنسبة للوصفة أخرى أو الطريقة الأخرى، نقوم بغسله جيدا ثم مسحه جيدا، ونقوم بتقطيعه هكذا. إذا أردت أن تحتفظ بالبذور فلا عليك، هناك من لا يحبها أنها تكون حارة جدا، أو في بعض الأحيان تكون مرة،
فتقول نترك القليل منها ونقطعها قطع صغيرة. كذلك هذا النوع من الفلفل. لو عندنا الفلفل هذا ثم الفلفل الحلو نقطعه قطع صغيرة. نتمم كل هذا نقطعه جيدا ونضعه في الصحن ثم نبدأ المرحلة التالية. لا تنسى ارتداء القفازين، ضروري ارتداء القفازين لأن الفلفل يتميز بحرورته فالجلد يمتص حرورته فتلتهب. لكي لا يلتهب الجلد يجب ارتداء القفازين. الآن انتهينا من تقطيع الفلفل الحار. سنقوم هذه الوصفة هي تونسية بامتياز تونسية، وسأقدم لكم بعد قليل أسرارها الرائعة ومذاقها مثل الشركات. فتابعونا. نضع الفلفل الأحمر هنا، نضع لترين، نسكب لترين في الكاسرول. نتركه ينضج مدة 20 دقيقة، فقط 20 دقيقة، وفي نار هادئة مدة 20 دقيقة كافية. نتركه حتى يبرد. نتركه حتى يبرد ونضعه في الخلاط. هذه الطريقة معتمدة في تركيا، طريقة تركية. هناك من يضعها في المبخرة تبخر بدل ما تطلق تبخر. الماء أصبح لونه نصفي الخليط جيدا. انظروا نصفيها كي نبعد كل العدسات او البذور الفلفل. نحصل في الاخير على هذا القوام الحار جدا جدا جدا. هيا اسرار نجاح الهريسة الحمراء.
نضع فيها القزبر. القزبر فهو سر من أسرارها. كمون، ملعقتين من العسل، ومن أفضل العسل. هناك من يستعمل السكر، فالشركات والمحلات يستعملون السكر، لهذا نستعمل القزبر. هي من وصفات نجاح هريسة، ولكن ليس حبوب، مطحونة، ملعقة قزبر مطحونة، كذلك كمون، كذلك زيت الزيتون، الملح، وثوم مبشور، وفي الأخير والسر من أسرارها وهو السكر. فأنا بدل السكر استعملت ملعقتين من العسل، هذا عسل جيد أو الحر، فهناك من يستعمل العسل الأبيض فلا مشكلة، المهم أحسن من السكر. فالشركة تعتمد على السكر، فكل ما نتذوقه ونجده ذو نكهة جيدة ولذيذة إلا وهناك السكر. نضع الفلفل الحار هنا حتى يجف من الماء، ثم نضع تلك المكونات التي ذكرناها من قبل. انظروها، انظروا شكلها رائع وقوامها جميل. نضع 3 أو 4 ملاعق من الملح، ومن الأفضل أن يكون الملح الخشن. ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغيرتين من الكزبرة، نقوم بتحريكها جيدا، ثم نضع الثوم، مبشور الثوم. كذلك ملعقة من الكمون المميز ذو الرائحة الطيبة. كذلك نضيف ملعقة من العسل. نحرك الخليط جيدا حتى يتماسك، فلا تستغربوا، فالكمون له فوائد رائعة وفي الحفاظ على الهريسة مدة طويلة. وفي الأخير نضيف زيت الزيتون. فلا يحترق، فيبقى لونه أحمر داكن ورائع جدا. وفي الأخير نضعه على نار هادئة حتى نحصل على قوام أو خليط متماسك. ونصيحة أريد أن أضيفها، يجب ارتداء قفازين، من أحسن قفازين، فيدي بدأت تلتهب. نضع قليل من الزيت ونحركه هكذا بهذا الشكل.
أي دم من الماء، لا تتركي الماء حتى القاع. انظروا حتى القاع، نضع الخليط هنا. نضع الزيت، نسكب الزيت من الفوق. لماذا؟ لكي لا نترك مجال ومنافذ دخول الهواء. قطعة من الورق البلاستيك، نضرب الخليط حتى يبرد، ثم نضعه في القنينة ونغلفه بقطعة من البلاستيك، ثم نحكمه على الإغلاق. فها هي الكمية التي حصلنا عليها. السلام عليكم ورحمة الله. هنا الطريقة الثالثة، نقطعها جدا. للحصول على هرسة لونها أخضر مثل الهرسة التي قمنا بها من قبل، الشبطة الحمراء فقط. هذه سهلة، ليست فيها توابل كثيرة، ولكن سنقوم بتقطيعها من الأول ووضعها مباشرة في الخلاط. بعد ملئه جيدا، حاولوا أن لا تضعوا الماء. إن كان الخلاط لا يستطيع أن يعمل بدون الماء، فضعوا كأس قليل قليل من الماء الدافئ، أي معقم ونظيف. تبقى معه كل دقيقة، نطحنها حتى نسكب. إذا خلطناه مع الماء يجب أن نصفيه. هذه الطريقة أو كل هذه الطرق الثلاث فهي صالحة لمدة عام. عام تستفيدين من هريسة أو فلفل حار مدة سنة، سنة كاملة أو أكثر. انظروا، كمية الماء نتركها تصفى جيدا مدة نصف ساعة. يجب أن يكون الغربال له ثقيبات متوسطة وليست كبيرة جدا وليست صغيرة جدا، متوسطة فقط. بعدها سنضع فقط، هذه الطريقة فيها فقط الملح. تقريبا 3 ملاعق من الملح.
نحركه جيدا حتى لا يبقى الكثير من الماء. ما زال هناك الماء ونبقى مع التحريك الجيد مدة تقريبا ربع ساعة فقط. يبقى لونه أخضر لا يسود. الملح ضروري 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 لأنه لا يترك البكتيريا أن تتكاثر. ولا ننسى الثوم، نقوم ببشر 3 أو 4 فصوص من الثوم. نضع الثوم ونحركها جيدا حتى تنشف تنشف من الماء. إذا رسمنا خط يجب أن لا نجد بقايا الماء. انظروا كيف أصبحت. فأحسن أن تترك الفلفل في الثلاجة ويضيع بسبب الرطوبة فتدخل إليها الميكروبات. فهذه الطريقة ندما شديدا أنني لم أكن أعرفها من قبل، فهي سهلة جدا جدا جدا، وهذه ستوفر كمية كثيرة. فأنصح بهذه الطريقة، صحية طبيعية جدا، ليست فيها مواد حافظة، وتليق بالضبط في فصل الشتاء والخريف، لأنها لها فوائد كثيرة جدا، ومنها تنشيط الدورة الدموية. كذلك الزيادة في الشهية بالنسبة للناس التي يعانون من قلة الشهية، فهي تفتح الشهية. لها فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، لذلك إذا كانت عندك كمية كثيرة جدا لا تتركيها في الثلاجة، لأنها بذلك حرام ستضيعينها. فمن الأفضل كيلو واحد، أعطتنا قارورة مليئة جيدا. حاول لا تترك الفراغات. ونضع قليل من زيت الزيتون فوق. نضع قليل من زيت الزيتون. ضروري وضع زيت الزيتون لأنها تسد منافذ الهواء، لا تترك دخول الهواء لتبقى صالحة مدة طويلة. ولا ننسى بلاستيك فوقها. بلاستيك الغذائي هكذا. ونحكم في الأخير الإغلاق. وبذلك نكون حصلنا على هريسة لونها أخضر طبيعية وصحية. فها هي
الوصفات التي حصلنا عليها. وصفة الفلفل المخلل، وصفة الهريسة الحمراء، وفي الأخير وصفة الفلفل الأخضر وكيفية تخزينه. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، فهذه نصيحة لكم أن لا تضيعوا الخضار، فاستغلوها وخزنوها بالطريقة الصحيحة، فكل هذه الطرق صالحة وصحية فتبقى مدة طويلة، فمن أفضل أن تحتفظوا بها في الثلاجة. فإن كنتم لن تستعملوها مدة طويلة فتضعونها في قارورة البلاستيك وتغلفونها جيدا كما فعلتم من قبل وتضعونها في الفريزر. وشكرا على تتبعكم، ولا تنسوا لايك لايك لايك. Thank you.